واحد بيقول عنده أسئلة خيارات. إن كان الإنسان مكون من نفس وروح وجسد فهناك عدة أسئلة هذه. أولا، ما موقف النفس والروح في حالة نوم الإنسان؟ هل هم بيناموا أيضا مع الجسد أم ينفصلوا عنه؟ ما لو انفصلوا عنه يبقى مات، ما بينفصلوش. أم ينفصل عنه في وقت النوم؟ يعني الإنسان يبقى ميت أثناء النوم، انفصل عنه روحه، وربنا يعوض علينا فيه. ولماذا لا نشعر بأنفسنا ولا أرواحنا ولا أجسادنا في حالة النوم؟ ربنا بيديك فترة راحة من هذه المشاعر عشان جسمك يستريح وفكرك يستريح وقلبك يستريح. لكن انت عايز تفضل تفكر وانت نايم مش هتنام. ثانيا، كيف نعرف دورة حياة الجسد من بداية العلاقة الزوجية إلى مرحلة تكوين الجنين ثم الولادة، بينما النفس والروح كيف يوجد بالإنسان؟ هل يبدأ مع الجسد أيضا أم ماذا؟ النفس فيها حياة الجسد والروح فيها الحياة مع الله. الإنسان بيولد بالنفس والجسد، لأن كان فيه إحدى البدع مأخوذة من الفلسفة الأفلاطونية أن الروح بتمنح للإنسان من ربنا لكن لا تولد، وطبعا ده غلط. والمسألة دي كانت موضع نزاع فكري بين القديس أوغسطينوس والقديس جيروم. القديس أوغسطينوس كان بيقول ان النفس تولد مع الجسد، روح الانسان بتولد مع الجسد. أوغسطينوس بيقول بتجيله من بره. واخيرا انفسر أوغسطينوس بهذا السؤال، قال له اذا كانت الروح بتيجي من بره يعني لم تولد، يبقى لماذا نعمد الاطفال؟ روح جديدة لم تخطئ ابدا وجاي من فوق، يبقى نعمدهم ليه؟ والجسد ملحقش يخطئ. الروح بتولد مع الجسد، يعني الانسان بيولد نفسا وجسدا وروحا مرة واحدة.